طب طالما جبنا الحكام النخبة نرحب بالكابتن جمال غندور. طبعا اتفضل ارحب بيك. كابتن جمال، برحب بيك واهلا بيك واهلا وسهلا بيك كابتن جمال، والف الحمد لله على السلامه. كابتن ناصر منور قناه النادي الاهلي، تحياتي للكابتن عبد الحميد ميدو، تحياتي لكل المشاهدين، انتوا اللي منورين بصراحه. حكمنا الدولي العالمي كابتن جمال غندور منور الدنيا يا كابتن. انت اللي منور والله، وسعيد فيك وبتابعك، زي ما كنت متألق في الملعب متألق برضه. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. بنتكلم على مستوى التحكيم في مصر خاصة يا كابتن جمال، والكابتن طبعا ناصر محضر لنا حالات وبنقارن بين الحالات اللي بره والحالات اللي عندنا، شايف مستوى التحكيم في مصر ازاي وايه اللي ناقصه بمنتهى الصراحة؟ طيب خلينا نستخدم الأرقام، أعتقد لغة الأرقام عمرها ما تنسي. أكيد. احنا عندنا دوري بنلعب، خلينا نتكلم عن الدوري الممتاز اللي هو بيتشاف واللي نقدر نحكم عليه، يعني احنا ما نقدرش نحكم الا الحاجه اللي بتحكم، اكيد، الا اذا جات لنا حاجه ثانيه بالصدفه بقى او حد بعت لنا حاجه ياخد راينا. اتفضل. بالنسبه للدوري الممتاز بتلعب في الاسبوع 9 مباريات. يمكن دوري هذا الموسم بدايته كانت من اصعب الدوريات في الخمس ست سنين الاخيره، ولكن الحقيقه برضه مش عشان قناه النادي الاهلي، مع تفوق النادي الاهلي وحسم تقريبا درع الدوري انتزع تقريبا 50% من الضغوط. تمام، الكلام اللي احنا قلناه نفس الكلام اللي قاله كابتن ناصر في بدايه الحلقه. والله انا ما سمعتش. انا عارف، لا هو نفس كلام كابتن جمال انا قلته، يعني عندك من الخبره ما يكفي ان حضرتك تقول الكلام. اكيد واحد. اكيد انا بكلمك، انا بكلمك كاني انا مسؤول عنك. اكيد. وبالتالي ابتدت من تقريبا من بدايه الاسبوع ال20 ابتدت الامور تبقى اسهل بالنسبه للحكام، ولذلك شفنا ارتفاع في مستوى التحكيم بدءا من الاسبوع ال20 لغايه الاسبوع الاخير. صحيح هناك بعض الاخطاء ولكنها في نطاق المقبول، الا الاخطاء اللي احنا مثلا بنقف عندها، يعني ركله جزاء مثلا اللي اتحسبت في المباراه الداخليه مع المقاولين العرب. تمام. دي خطا كبير وله تاثير، له تاثير على فكره المباراه، لكن بشكل عام بمقارنه الاخطاء اللي بتحصل بعدد المباريات ومقارنه الاخطاء اللي بتحصل بقوه المباريات، انا شايف ان التحكيم الان فتره في هذه الفتره هو تحكيم جيد. تمام، حلو حلو. ينقص التحكيم؟ ينقصه كتير. ينقصه كتير كلنا. طب اهم ما ينقص التحكيم. اهم ما ينقص التحكيم من وجهه نظر حضرتك كابتن؟ ينقص التحكيم الدعم. الدعم وينقسم تحتيه ثلاث حاجات. دعم مادي. دعم معنوي. حلو. وحمايه. حلو قوي. ثلاث حاجات مهمين جدا. حمايه الحكام، دعم المادي، دعم المعنوي. يعني ايه حمايه الحكام؟ لابد انه فلسفه النظر الى الحكام تتغير عند المسؤولين. اولا المسؤولين ينقسموا الى الاطراف اللي هي بتتصارع في الملعب اللي هي الانديه اصحاب المصالح، ثم ايضا مسؤولين هو اتحاد كره القدم، ويخش طرف معاهم مسؤولين هما اللي هم المسؤولين عن التحكيم اللي هم اعضاء رئيس واعضاء لجنه الحكام. حضرتك يعني كانك قاعد معانا من اول الحلقه. هو انت الاول كابتن جمال، طبعا انا بحيي كابتن جمال على اللي انت قلته، ان اللي انت حضرتك قلته احنا قلناه واحده واحده كده زي ما انت حضرتك بتقول بالظبط. يعني انا سالت الكابتن ناصر يا كابتن جمال، قلت له ايه اللي بيخلي شخصيه الحكم مهزوزه او ايه اللي بيأثر سلبا في الحكم؟ هل هو الجمهور؟ هل هو تقارب النقاط بين الفرق المنافسه؟ هل هي شخصيه الحكم؟ ولا هل هو الاهم من وجهه نظر انا الداعم المعنوي للحكم اللي هو لجنه التحكيم او لجنه الحكام؟ نمره واحد. المسؤولين عن الكوره في مصر، والنهارده احنا عندنا حاجه مكسب كبير جدا حقيقه، مصر بيتفق معايا في ده، انه المسؤول عن التحكيم هو عضو مجلس اداره اتحاد الكوره كابتن اسامه عبد الفتاح. جميل. بالتالي لديه من القوه ولديه من السلطه ان هو يستطيع انه يتعامل وهو مسؤول عن التحكيم بشكل افضل من اي رئيس لجنه سبق، مهما كان اسمه ومهما كانت مكانته. ليه؟ لان هو صاحب القرار، هو بيتخذ القرار، هو بيقعد على الترابيزه، هو ما بيطلبش، هو بياخد قراره بنفسه. تمام. وبالتالي انا شايف انه التحكيم ان شاء الله مع الدعم المادي، الدعم الادبي والمعنوي، ومع الحمايه، وحط 100 خط تحت الحمايه. انا متفق معاك تماما. الدنيا هاديه دلوقتي. اتفق معاك مليون في المية.
بالظبط امور محسومه. الحكم لو ظهره قوي مش هيخاف من اي حاجه ولا لا. هو كمان كابتن جمال بيتكلم في حاجه مهمه، كابتن بسوني بيتكلم على المسابقه والنادي الاهلي النهارده فارق، خلي بالك هتفرق لما النادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي كله يبقى قريب من بعضيه. اكيد هنا الامور هتبقى صعبه شويه. فانا عايز اقول لك انه ينقص كمان التحكيم انه الناس اللي بتتعامل مع الحكم او مع التحكيم بشكل عام لابد ان هم يعرفوا انه مكانه التحكيم، مكانه التحكيم عاليه جدا عاليه جدا كل مكان في العالم عاليه جدا. لا يمكن ان تقام اي مسابقات بدون حكام. هنرجع تاني لكلام حضرتك اللي هي الحمايه هي اللي تخلي اي حد يخاف يقرب من الحكم. طبعا طبعا طبعا. هنا انت بتشوف، انت بتشوف الحكم، احنا بنتفرج احنا زي ساعات بنجيب مقارنات وبنقول انه تحكيمنا بخير، فلما بتجيب اخطاء كبيره بتحصل مثلا في الدوري الاوروبي. لكن خلينا كمان ناخد حاجه مهمه، ليه ما بناخدش بالنا منها؟ شوف الناس بتتعامل ازاي مع الحكم. بالظبط بالظبط بالظبط. شوف قدسيه الحكم من النجوم الكبار. بالظبط. لا كريستيانو رونالدو ولا ميسي ولا اي حد يقدر يهوب ناحيه الحكم برغم ان بتبقى اخطاء فادحه من الحكم. اللي بيعمل تشويحه للحكم، اعتقد شفنا كريستيانو اخذ 6 مباريات في 4 مباريات بالظبط احنا زعلانين عليه هنا. لا ما نزعلش، لانه الناس دي بتعمل الحكام بتحطهم في مكانتهم. ليه بيعملوا كده؟ هم مش غلط، هم اللي صح. يعني تقول لي واحد غلطان وبيغلط ومستواه سيء وانا احترمه واقدره، احترمه وقدره انه النهارده غلط، لكن تحترمه وتقدره عشان بكره ما يغلطش. أكيد. عشان بكره لما ينزل يحس بمكانته وقيمته، فبالتالي ما يخافش انه يغلط، فمش هيغلط. اكيد يا كابتن. طول ما هو خايف، طول ما هو خايف انه يغلط فالاخطاء. اكيد. كابتن جمال اسال حضرتك سؤال برضو في الكلام اللي بنتكلم فيه، هل العوامل السلبيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي مستحيله ان احنا نعملها ولا الموضوع سهل وبسيط؟ احنا ناقصنا ايه؟ مش عارف. مش موجوده. ما انا بتكلم في كده. الكره المصريه كابتن ميدو النهارده بتجيب فلوس كبيره كتير جدا. بالظبط. الكره المصريه النهارده بتتباع بمبالغ كبيره جدا. بالظبط. انا بتكلم في كده والله. بلاش كده. بلاش كده. التحكيم، الحكام نفسهم بتستخدم فانيلاتهم في الاعلان وفي الرعايه. يعني هم كمان يقدروا يجيبوا لنفسهم فلوس. طبعا. من غير شك احنا الدعم المادي اعتقد ان احنا مش ناقصنا حاجه. الدعم المعنوي لابد ان الفلسفه تتغير، لابد ان الناس تعرف انه الحكام ليهم مكانه، ما يصحش ان احنا نوصل لهم او نبعد عنهم، مش نوصل لهم يعني، هم الحكم وهو لابس لبس، يعني هو لابس لبس التحكيم في الملعب. يعني ال 90 دقيقة وقبليها وبعديها. لكن انا بعد كده بدل بني ادم عادي، انا شكل زي اي حد. بالعكس احنا كلنا بنعترف وبنقر ان نجوم كرة القدم هم اللاعبون، هم اللي بيمتعونا. اكيد. هم اللي بيوصلوا المتعة لجماهير كرة القدم. أكيد. هم اللي بيوصلوا بلادهم للمونديالات ونقعد نفتخر فيهم. زي ما احنا كلنا كده، وما اعرفش كنت موجود يا كابتن نصر ولا ما كنا في ماتش كونغو عمالين في الملعب نتنطط ونعيط ونزعق ونتبهدل. ليه؟ لان احنا هي دي متعه كره القدم. لكن بدون الحكام كل هذه الحفله هتبقى موجوده. كابتن جمال، يعني كابتن جهاد جريشه شايفه ازاي؟ جهاد جريشه ان شاء الله ان شاء الله عنده فرصه كبيره يكون موجود في كاس العالم القادمه كحكم. خلي بالك الحسم لم ينتهي حتى الان بين مين هيكون حكم في الملعب ومين هيكون حكم في الملعب. انا طرحت على حضرتك السؤال مفتوح عشان حضرتك تجاوب زي ما انت عايز. اتفضل. انا بس بشرح لك القصه. اتفضل. في منافسه. التحكيم الافريقي مستواه ارتفع. عايزين نحط راسنا في الرمل. التحكيم الافريقي مستواه ارتفع. احنا في اوقات كتير ويمكن الكابتن ناصر عارف كده. يعني مثلا في كاس العالم 2002 كان في 4 حكام افارقه في البطوله، كان منهم 4 من شمال افريقيا. مصر وتونس والمغرب. شمال افريقيا اللي احنا 6 دول او 7 دول، القاره الافريقيه 54 دوله. كان 4 من 3 من 4. النهارده لا، النهارده في حكام من افريقيا الوسطى وافريقيا الغربيه مستواهم عالي جدا، تطوروا بشكل كبير، وبالتالي المنافسه اصبحت منافسه حقيقيه وموجوده. هناك ايضا منافسه كبيره قادمه من دول شمال افريقيا، هم بيستعدوا كويس، طلعوا حكام صغيرين قوي. طب بخبراتك يا كابتن جمال، بخبراتك شايف جهاد جريشه هيبقى دوره ايه في كاس العالم؟ لا انا شايف ان شاء الله انه هيكون حكم ساحه، حكم اساسي هيصفر يعني ان شاء الله.
انا بتمنى له ان هو ما يبقاش مجرد تمثيل، انا عايزه يكون موجود، بيقول انا موجود، موجود بشكل فعلي. تمام. خلي بالك احنا الفتره اللي فاتت وده مش ده برضه ارقام، احنا تواجدنا في البطولات الافريقيه وفي النهائيات يكاد يكون تواجد شرفي. بالظبط، دي حقيقه. حتى مع وجود جهاد للاسف دي بين النهائيات بين السيمي فاينال بتاع البطولات الكبيره بين النهائيات الانديه الافريقيه بين النهائيات وبعدين احنا بقالنا فتره احنا لما بيوصل النادي الاهلي او النادي الزمالك او الانديه المصريه للنهائيات بيبقى عندنا عذر، لكن احنا بقالنا فتره ما وصلتش الانديه الكبيره وفي نفس الوقت حكامنا ما خدوش النهائيات ديت. البطولات حتى اللي راحوها حكام المصريين يعني مباراه واحده، مباراه في الدور الاول، مش عارف ثالث ورابع، لكن فين بقى احنا، فين بقى السيمي فاينل والفاينل؟ ما فيش التمثيل اللي يستحقه الحكام المصري. لا مش موجود بشكل كبير. لكن ان شاء الله بنامل انه الجهاد ان شاء الله يوفق انه يتم اختياره بعد المعسكر بتاع الامارات اللي هم موجودين، هيبقوا موجودين فيه بكره تقريبا. بعد هذا المعسكر هيبقى في الاختيار النهائي ان شاء الله، نتمنى ان هو يكون موجود. نتمنى كمان ان احنا نرتقي بحكامنا، نستفيد من كل الخبرات اللي موجوده. التحكيم مش بتاع حد، التحكيم بتاع الكل. أكيد. كل واحد عنده ما يقدمه للتحكيم لابد ان هو يقدمه. أكيد. اعتقد ان احنا في فتره هدوء الفتره ديت، مفيش خلافات، مفيش مشاكل، ولكن نتمنى ان شاء الله ان ده يستمر والجو يستمر، ونتمنى ان احنا الجميع يساهم في انه يرتقي بالتحكيم. اكيد يا كابتن مونديال الكبير الكابتن جمال غندور، اتشرفت بمداخلتك الجميله جدا، شكرا جدا لحضرتك.